فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان أبو بكر قد ابتدأ الصلاة بالناس؟ نعم، هذا في آخر الأمر، في آخر الأمر نعم، جاء وهم يصلون فدخل وصار عن يسار أبي بكر وجلس عليه الصلاة والسلام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.